أحمد مظهر مولود 8 أكتوبر 1917 وتوفي 8 مايو 2002، ممثل مصري يلقب بفارس السينما المصرية. تخرج من الكلية الحربية عام 38 مع الرئيسين أنور السادات وجمال عبد الناصر، ثم بعدها التحق بسلاح المشاة، ثم انتقل لينضم لسلاح الفرسان، والتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية. قائد مدرسة الفروسية كان دفعة جمال عبد الناصر وأنور السادات. شارك في حرب فلسطين عام 48، ثم تفرغ للتمثيل فأبدع وترك تراثا كبيرا من فن الزمن الجميل. دي صورة تذكارية تجمع صلاح السعداني وأحمد مظهر ونادية الكندي وزيزي البدراوي وإبراهيم خان، كلهم نجوم. أحمد مظهر الله يرحمه كان فنان قدير. كان للفنان أحمد مظهر أخت شقيقة تعمل أيضا في مجال الفن تدعى فاطمة مظهر، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية، لكن لم يجمعها أي عمل مع شقيقها أحمد مظهر. دي فاطمة مظهر برضو نجمة مشهورة ومعروفة، بس كتير ما يعرفوش إن هي أخت أحمد مظهر. وهي من مواليد 2 يونيو 1943 وأصغر من أخيها ب 26 سنة، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وقال موقع أصحاب للأبد لحفظ التراث أن عملها بالفن لم يكن محل موافقة من أخيها الأكبر أحمد مظهر الذي تولى تربيتها، وكان حريصا على مستقبلها التعليمي، خاصة أن فاطمة تمسكت بدخول عالم الفن خلال دراستها الجامعية، وهو ما رفضه أحمد مظهر بشدة. رفض مظهر لم يجعل فاطمة تتخلى عن رغبتها في العمل كفنانة، لكنها استطاعت أن تدرس وتعمل معا، وفرح أحمد مظهر بعد رؤيته أخته ناجحة في الدراسة رغم عملها بالفن. وقدمت فاطمة مظهر ما يقرب من 40 عملا فنيا، ومنهم مسلسل القاهرة والناس عام 71، وفيلم شياطين البحر عام 72. دي فاطمة مظهر نجمة مشهورة ومحبوبة، عملت حوالي 40 عمل فني ما بين مسلسلات وأفلام. مع رشدي أباظة، دي صورة نادرة ليها، فرق بينهم 26 سنة، وتوفيت مؤخرا. وقالت فاطمة مظهر عام 72 أنها عرفت أن أخيها كان محقا حين حاول منعها من التمثيل قبل الانتهاء من دراساتها. حرص الفنان الراحل أحمد مظهر منذ بداياته الفنية على إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء، حيث كان يريد إبعاد أبنائه عن اللغط الدائر بالوسط الفني. هنا صورة نادرة مع مراته وعياله زي القمر، دي صورة تانية نادرة برضو. اللغط في الوسط الفني ما بين إشاعات وخلافات شخصية وفنية، لذلك أقام علاقات صداقة بعدد محدود من زملائه، ولم يظهر في العديد من المناسبات الاجتماعية. دي صورة تانية لزوجته معاه وعياله وبناته، جمال فعلا. ولم يعرف على وجه الدقة عدد زيجات مظهر، كما أنه لم يظهر مطلقا مع زوجاته وأبنائه إيمان وجيهان وريهام وشهاب إلا في عدد نادر من الصور. دي الصور النادرة اللي ظهر معاهم ومع مراته، كانش بيحب يظهر معاهم في الحفلات. ومن المواقف التي هزت الفنان أحمد مظهر يوم قامت الثورة المصرية يوم 23 يوليو عام 52، كان هو أحد الضباط الأحرار، ولم يكن قبلها موجودا في مصر بل في هانسكي عاصمة فنلندا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عام 52، إلا أنهم قاموا باستدعائه
بشكل عاجل للمشاركة في الثورة. كان من الضباط الأحرار، كتير معرفوش المعلومة دي. وأيضا يوم بكى بحرقة على الشاشة وهو ضيف على مفيد فوزي في برنامجه التلفزيوني وتعاطف معه الناس جميعا، واتصل وقتها حسني مبارك بوزير الإسكان والمرافق ومحمد إبراهيم سليمان ليسألهما عن مدى إمكانية إجراء تعديل لتفادي نزع نصف أرض فيلا أحمد مظهر. وتم عمل دراسة ورأى المهندسون تعذر إجراء تعديل لأن الابتعاد عن الفيلا يستلزم إجراء انحراف بالطريق 20 متر ناحية الإسكندرية، مما سيتسبب بالتأكيد في وقوع حوادث. وعرضت الحكومة على أحمد مظهر وقتها تعويضا ماليا بمبلغ كبير من الجزء المستقطع من الفيلا، لكنه رفض التعويض وقال إن الأشجار النادرة التي تم اقتلاعها لا تعوض بمال، ثم إن الفيلا نفسها تشوهت لأنها أصبحت بحديقة صغيرة، وكان يقضي أيامه الأخيرة فيها ويستمتع مع أحفاده بما تبقى من عمره داخلها. ومع ذلك ظلت الأحزان تلاحقه وأصيب بأكثر من نوبة إغماء حتى فارق الدنيا يوم 8 مايو عام 2002، الله يرحمه. هنا مع فاتن حمامة إمبراطورية مين؟ انتخبوا مصطفى. بدأ أحمد مظهر عمله بالفن حينما قدمه زكي سليمان في مسرحية الوطن عام 48، ثم دخل عالم الفن السينمائي من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليقوم بدور في فيلم ظهور الإسلام عام 51، بعدها رشحه يوسف السباعي لبطولة فيلم رد قلبي عام 52. وقد حقق هذا الفيلم نجاح كبير، قرر بعده مخرج السينما أن يستثمروا نجاح هذا النجم، ثم تواصلت رحلة أحمد مظهر على شاشة السينما بعد أن خلع ملابسه العسكرية عام 56، حيث استقال برتبة عقيد وعمل سكرتيرا عاما بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، إلى أن تفرغ عام 58 للعمل في السينما وأصبح نجما سينمائيا بارزا. لعل أبرز أدواره على الإطلاق هو دور صلاح الدين الأيوبي الذي مثله في فيلم الناصر صلاح الدين، وبرع في جميع الأدوار التي أسندت إليه من كوميدية مثل فيلم الجريمة الضاحكة ولصوص لكن ظرفاء، وكذلك فيلم الأيدي الناعمة حيث لعب دور الأمير العاطل باقتدار يدل على انتمائه لطبقة أرستقراطية، وفيلم رد قلبي في البدايات حيث لعب أيضا دور أمير. كان فنان مبدع وقدير هنا أحمد مظهر وصلاح جاهين ومجموعة من أصدقائه. وقد قام بتمثيل فيلم أجنبي عالمي مع الفنان بيتر جريفز صاحب أشهر مسلسلات السينما الأمريكية مهمة مستحيلة، وكذلك الممثل العالمي كاميرون ميتشل. وشاركوا بالبطولة الفنان المصري الشاب عمرو سام ومجدي وهبة، وتدور أحداثه في بدايات القرن العشرين والبحث عن البترول. وهذا الفيلم من إنتاج المنتج العالمي توني زارن داست، اسم الفيلم Guns and Safari. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.